بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين. تحية طيبة بعد أخوكم جمال بالفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا الوالد اشترى كوندنسر، هذا المبرد الخارجي من السيارة، المبرد الخارجي عنده اخترب فاشترى من السكراب، راح نحاول ننظفه ونشوف في بلاوي صراحة، راح نشوف هل في تهريب ما في تهريب قبل ما يقرر انه يركبه. والله المستعان، يعني في اشياء مكسره ما اعرف شو بيسوي. المهم قال لي نظف لي اياه ونشوف كيف ننظفه. ما ادري اول شيء نفك الابره هذه، ما نفكها نفك الابره هذه نشوف في وساخه صراحه. كلها رمل، شوف كلها رمل، ما اعرف شو الموضوع. المهم حاول ننفخها ننظفها نشوف ترجع ما ترجع، شوفوا كمية الرمل. فدائما انت اذا اشتريت مثل هذه المبرد من السكراب فلا تحاول انك تركبها على طول، لازم تنظف صراحة. طبعا قبل ما ننظفها بنحاول في شيء يطلع زيت، ما اعتقد انه زيت يطلع. هذا لازم نعوض الزيت اللي يطلع صراحة، هذا هو زيت ماي ما اعرف. ماي رطوبة شيء ما ادري، خلنا نشوف. ما ادري زيت ماي ما المهم نشوف شو الموضوع فيه. طبعا لها قوة شد لكن ما عندنا القياس، ما ادري ماي زيت. المهم بنشوف، راح نضغطها هواء نشوف اذا راح احصل اشياء تسكر او اغطية تسكر هذه الاماكن، على اساس اني اضغطها هواء ونشوف الوضع. طبعا محظوظ الوالد، الحمد لله حصلنا هذه، راح تركب لها نفس مال المكيفات، هذه قطع راح تركب لها هني. شوف اساس ان نسكر ونضغط نشوف، هذا تقريبا 5/8 وهذا ممكن 3/4 او 3/8، مو متاكد صراحه. يعني نقدر نسكرها ونضغطها هواء ونشوف الوضع، نشوف بعد. وجدت له دائما احتفظ بالقطع اللي احصلها سواء من المكيفات ولا من اي، ما ارميها يعني. فوجدت له هذا
مال التكييف راح يركب عليه الحمد لله. راح نسد فيها هذا الهوز، الامور ضبطت معانا. وايضا وجدت له هذا مال المكيف زين. راح ايضا هذا الغطاء راح نحاول ان شاء الله تشتغل معانا نسده. فقط نبغي نضغط نشوف. هل مثلا في تسريب؟ ما في تهريب يعني، بشيء بشكل سريع يعني. فالحمد لله امورنا طيبه. طبعا راح نضغط من هذا المحبس، فقط نبغي نشوف في تهريب ولا لا. راح نضغطه هواء من هالمكان. هذا طبعا خط الدفع او خط الضغط العالي، هذا المحبس طبعا. نفحص اذا في تهريب او ما فيه. عندي مشكلة في المحبس هذا، مشكلة عندي تقريبا شكله خربان. استخدم هذه العدة زين، راح اضغطه كمبرسر. طبعا تذكرون المقطع اللي سويت فيه هذه الوصلة، حصلت عندي قطعتين راح اركبهن مع الكمبرسر العادي للهواء زين. راح اوصلها بهالشكل، وبالتالي راح اتمكن من استخدام الكمبرسر العادي في ضغط المنظومة بالهواء. ما يحتاج يعني، ممكن حتى احط لها مثل ال، ممكن استخدمه من هنا دايركت. لا ما بستخدمه من هنا صراحة، راح استخدمه من هنا، استخدمه من هنا افضل اساس اني احافظ على الضغط. وهذا راح اربطه في المخرج يعني. اصلا يعني ما يحتاج اني استخدم كمبرسر، هذا عادي راح يمشي معي زين. وصل الحين عندنا الضغط تقريبا 100، ممكن نزيد فيه اذا نريد مثلا. ايضا بامكاننا استخدام ضغط الكمبرسر، بس هذا راح يكون كفايه. لكننا مثلا حابين نتاكد فقط اذا في هواء او لا، اذا في ضغط. طبعا هذا راح يعطينا 100، ما اعتقد انه راح يكون كفاية. راح استخدم الضغط العادي مثل ما قلت. بامكانك انك تستخدم الكمبرسر الهواء، راح يعطيك فقط 100. ايضا راح نستخدم الضغط
افضل. اعطينا 200 تقريبا. وصل تقريبا 200 تقريبا 200. عندي مشكلة في الساعة بعد، ممكن ساعة فيها مشكلة. مش مشكلة. زين الحين راح افحص اذا في اي تهريب ولا لا. وصل عندي 200 تقريبا. راح افحصها بالماء والصابون فقط، نشوف في تهريب ولا لا، خاصة من الشبك. يعني ما يهمنا هالاماكن، اللي يهمنا هو الشبك اكثر شيء. طبعا اذا كان عندك مثلا حوض ممكن تغرقه داخل الحوض،